سحبيب برجب سائغي خبرة 62 عام اليوم في تونس نحكيه على الغش في الذهب نحكيه على التدليس في طابع الدولة كنت قبل تمشي للبركة قلش عليك ماشي الجامعة الزيتونة يعني فما ثقة اليوم المجال الألاف ترتع فيه والدخلاء والمواطن هو المتضرر الكلمة هذا صحيح غلط شنو الواقع لا هذا الموجود توا في سوق البركه يعني التدليس والطابع يعني في الطابعة الطابعة المزيف علاش يعني تعمل هو الطابع المزيف اكثر ما يمكن لانه الذهب مسكر على يعني ما ياخذ ذب الا التعاضديه عندها متعاضدين بكميه كل شهر من 100 200 جرام كل شهر ياخذوه ويتصرفوا فيه كما يحبوا هما يا يخدموا هما ما عادش يخدموا على خاطر هما الميكانيك اللي موجود توا واللي خرجوا الحاجات صنعة اليد ما عادش تمشي ما عادش تمشي في الاسواق لازمنا نتبعوا الموضة في العالم الموضة في العالم هذه كلها بالميكانيك جاو مصانع كبار خارج تونس في تونس في في تونس في عاصمة من عواصم تونس جابوا الماكينات وقاعدين يخدموا الشيء اللي تخدم من قاعدين يخدموا أنا, أنا في تونس يعني الانسان ما عندوش حق باش ياخذ هب كتاجر والا كحليف حلفي ما عندوش البونو اللي مسمينه بونو اللي ياخذ به ذهب من بنك المركزي يتصرف يولي يولي يشوف حيله باش يعيش وباش يعمل يجيب يدلس ويجيب وثم برشا ناس حتى لبس عليهم دخلوا في, 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 في الشيء هذايا يعني قل يجي يقول لك الطابع اعطيني الطابع يجي المفقد ولا حاجه يتفقد ولا ما يفهموش ما بين الطابع الدوله والطابع المدلس ما يتفهمش توا بالتقنيات اللي موجوده في العالم واللي موجودين يعني يقول لك انا يعني الطابع ذهب ريتو محطوط في ايطاليا وريتو محطوط في 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 تركيا من 150 الف 200 دينار يعني من 150 دينار ل 200 دينار يجيبوا يطبع به اللي يحب فهمتني ويتمحى اكثر من هذا يجوا يدوروا بها هنا جماعة التراك وجماعة الواحد يبيعوا فيه. خليني نفسر للساده المشاهدين اليوم تمشي للبركة ولا تمشي لأي محل لبيع الذهب تنجم تشري ذهب ترى فيه الطابع طابع الدولة التونسية تقول هذايا ذوق 18 لكن في الأخر أنت شريت ذهب مغشوش والطابع اللي موجود هذاك معناتها مش أصلي وما فما حتى سلطة رقابية باش تنجم ترجع لك حقك. كم مواطن تعرضت للتحايل؟ والله سلطه رقابيه اذا كان باش تكون سلطه رقابيه ما تنجمش تطلعوا ما بين المدلس ومش مدلس. علاش؟ علاش على خاطر ما ينجموش التقنيات اللي موجوده اللي طلعوا بها هما جابوه باش يخدموا به موجوده يبيعوا فيها البر ما تنجمش انا هو المصيبه الكبيره هو اللي الانسان ما ينجمش يطلع وعند شكون تطيح المصيبه؟ تطيح عند التاجر. تاجر على خاطر ما نجمش يخدم هو ويحط هو ويضمن في القطعه هذيك اللي هي نتاعه. فهمتني؟ انا اقترحت باش تنحى الشيء هذايا باش تنحى الشيء هذايا يلزم آه يكون الطابع العرق اللي يخدم الخدام هو يحطها على القطعه. هنا جايين للحل هذايا انا نسالك فما شكون يقول اللي تنجم تجيب ذهب من ليبيا تنجم تجيب ذهب من تزاير تنجم تجيب ذهب من تركيا اللي هو الفالور نتاعو اقل من الذهب التونسي امسح الطابع اللي موجود فيه وركب طابع تونسي وحط في الفيترينا وبيع والمواطن بالطبيعه مش باش يفهم ومش باش يفيق باللي هما قاعدين يتحيلوا عليه. ممكن لا هذه العمليه هذه كي تصير ل... اللي باش يشري التاجر اللي باش بحط... يحطوا في الفيترينا يعرفها برانيه ولا مش برانيه. اذا أما كان اصلا هو... طبعًا التاجر هو بما انه اختلط الحابل بالنابل. هي. يعني التاجر بيدو غشاش. ينجم يتغش ينجم يتغش. ينجم مش سير في 100% اما نجم انا هو اللي منعه هو طابع العرف اللي محطوط عليه. محطوط عليه الاسم نتاع الحرفي في الحروف نتاعو ومحطوط عليه النومرو نتاع اللي من عند الدوله فهمني؟ وهذه مصيبه كبيره هي بنفسه هذا اللي نحكي لك فيه مصيبه كبيره. الدوله تحتكر الطابع، الطابع نتاع الدوله فقط وقاعد يتعرض الطابع هذايا للتدليس. كيفاش نجموا نحميو القطاع هذا كيما العالم الكل نحميو المهنة كيما العالم الكل سيب ما عادش حرر حرر القطاع حرر من 63 وإحنا نقاسيو في الشيء هذا التدليس وطبعا والعيار واطي والعيار درشنو يا أخويا أنا نخدم قطعا نحط عليها اسمي ونبيعها وأنا مسؤول عليها نفهم السيد المشاهدين يعني حرر القطاع حرر. اعطي, لل... أعطي للحرفي والسيغي أعطيه الطابع نتاعو برقمه وحاسب أكو. ما هو الصناعي يدلل على صناعته تم صناعي عندنا صناعيه هنا كي تهزوا قرام مذهب باش لك يقول لك ألف خدمه برك نخدم عنده علاش على خاطر نعرف شنو 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 الخدمه اما تجيني في الماكينه والماكينات والدرجون والجرام الجرام تعرف بقداش من ألاف اليد العامله حتى ل 80 دينار توا يعني يوصل اليد العامله كيف الذهب عليه عليه هذا علاش على خاطر فيه الاحتكار فيه الاحتكار فهمتني ذهب ذهب مكسر كنا نتعاونوا به نعاونوا به المهنه جاء الحاكم سكروا اي قال ما عادش ما عادش تخدموا به وين وين باش يمشي؟ باش يمشي للترافيك وباش يمشي لتبويض الاموال وباش تمشي لبرشا حاجات تانا باش نحمي الصناعي وباش نحمي التاجر وباش نحمي الواحد سرح لهم اخويا اعطيهم الحريه نتاعهم حرر القطاع مد العالم اجمع حرر وحاسب حرر وحاسب واحنا ما هاربين من محاسبة وما هاربين من الاداءات وما هاربين من حتى شيء يا أخوي اضمن لي حقي انا ونضمن لك حقي بي سحبيب قبل لجيل للبركة جاي الجامعة الزيتونة تدخل للسيغي فما ثقة. وفما معناتها شكون يراقب فما امين نتاع السوق اليوم الدنيا تسيبت وما فماش امين سوق وما فماش شكون يراقب والدخلاء بالالاف هذا موضوع كبير كبير برشا هو زاد المهنه اللي حطمها هو كان امين سوق البركه امين سوق البركه كان اختاروه من اعز التجار أو حتى براني نجيبوه براني هو شنو دوره؟ دوره يخزر القطعة فهمني ويقيدها في حانوت اللامين نتاعو باش يبيعها السيد فهمني ويخرج الدلال بالدلالة يبيعها وتتخيد وياخذ عليها يعني أداء عليها نتاع البيع والشراء يقسموه ما بين الأداءات وما بين الواحد 4% واحد للامين واثنين للامين واثنين لا واحد للامين واثنين للدوله وواحد للدلاء في المياه وتبدا يعني يكون يكون ناتر يعني للتجار والصناعيه الصناعيه خليهم من هكا احنا عن المواطنين الصناعيه عندهم امين نتاعهم امين الصنعه وهذوما امين التجار امين التجار نحاوه نحاوه جابوا حطوا امين من الصناعي اش يبيع سيدي من المصنعية توا اللي موجود اللي زاد هلك الدنيا فهمني يعني يبيع في الذهب من عند التجار تجار تو في الظروف هذية تجار التجار, التجار كلهم في حالة يجيه تشيك باقو بالشيكات وبالواحد يخرج السلعة من فترينته ويهز للدلال يبيع حاله أنا نشري في السلعة ب خمسين ألف فرنك لجرام من عند الحلافين فهمني؟ وهو ياخذها من عند لمين؟ ب 120 وب 110 كيفاش احنا باش نعيشوا؟ كيفاش باش نبيعوا؟ عندنا صناع، عندنا اداءات، عنا مصاريف كبيره فهمني؟ الانسان يعني توا الانسان يمشي ويجي ساعه ساعه بالجمعه وبعد ايام ما يستفتحش ولذا ولذا نحب ناكدوا اكثر 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 هو اعطيه كل اختصاص اختصاصه امين الحرفه امين الحرفه وأمين التجارة امين التجار هذا باش يقول لي هو ما عادش عندكم عندكم الحق 2005 خرجوا قانون فهمني قبل لساعه الامين نتاعنا مات امين التجار حطينا احنا مسؤولين كتجار في في سوق في 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 البركه حطينا انسان ثقه نعرفوه هو باش يسير الامانه في الوقت هذاك جاء قانون عام 2005 اللي نحاو حانوت حن... الامين اللي هي حانوت امين موجوده من عهد البي الحانوت اللي تو اللي فيها امين هذيك حتى الكرامة ما تاخذوش الدوله هابتوا للتجار المسوق باش يعملوا فيه اليوم بتبديع الوضع متاع البلاد جاوا ناس اللي كسروا الامور هذيك بامور قانونيه الله اعلم بها كيف صارت على خاطر ماهيش قانونيه بكل فهمتني وشدوا حانوت تلامين اليوم عندهم ثمانية سنين ولا سبعة سنين انا واحد من الناس جرام ما شريتوش وثم بي. ناس تستغل في الشيء هذا وتخدم به بي. سحبيب قلنا سوق الذهب اختلط الحابل بالنابل. بالنابل واليوم فما ناس ما همش حرفاء لكن تجار نتاع ذهب ووليت طريق نحو تبييض الاموال هذا كلام يتقال في الشارع موجود توا انت تسكر على الذهب التكسير هذا حاجه من حاجات ساعه سكر الذهب التكسير باش ما تستعملش لا للتاجر ولا للصناعي شو يحب يقول؟ توا اجا لدار الطابع انت ويجا من غير اللي تخدم من غير دوله يتخدم في التراكن اكثر من الشطر نتاعو يتخدم في التراكن ما يهمش ما يهمش باقي موجود في تونس باقي موجود في تونس اما انت تسكر على التراكن وتسكر على التذويب عند الدوله مسموح به وتجي تسكره وين باش يمشي؟ باش يمشي لتبييض الاموال وباش يمشي للترافيك اكثر من اللي كان اكثر من اللي كان ويشريوه باللي يحبوا علاش تحرم تحرم المواطن مسكين الله اعلم به خارج بشي بيا قطعته مكسره ولا صحيحه ولا وعمل وتنحي له تقول انا كي نغزو نقول له نعمل انا والا ندخل مع الجماعه اللي موجودين ونشري ونبيع اللي همومه هما يبيعوا للناس قريب ناس اخرين يجيبوا بهم السلع هذا التجاره المواسيه والتجاره باش يجيبوا فيها باش يجيبوا فيها صناعة تقليدية وين الصناعة التقليدية؟ ما عادش الصناعة التقليدية، ما عادش توجدها، إيش دور في سوق البركة توا حتى في الذهب، إيش تلقاش في الحانوت أربعة خمسة قطايع يعني ماهمش بتاع الخارج يعني ماهمش بتاع. سي حبيب نفهم من كلامك ومن المعطيات اللي قاعدة تصير في الطرقات التونسية ساعة ساعة نسمع بحجز كميات من الذهب تعادل المليارات هذيك ماشية يخلصوا بها في السلع الموازية اللي قاعدة تدخل لتونس لا هذيك سيدي هذيك جرة الطابع الموجود الديوانة عندها الحق باش تخرج وتراقب به انتي عن الطبع انت عندك طابعة انت دولة هذاك الضمان متاعك انت تقول اما هو هو هل كان للمعنى خاطر الناس ما تعرفش القانون ما تطبقش القانون يجيو قول يعني ما نحكي انا تو موجود المدلس وموجود وموجود الوزير يعيط للديوانه يا سيدي شنو هو موجود هذا شنو اللي موجود هذا تو الديواني ولا هذا مدير دار الطابعه ولا جماعه الطابعه ولا واحد باش يجيو يطلعوا لك المدلس ومش مدلس ماهوش ممكن مش معقول مستحيل باش يطلعوه اش تعمل الديوانه نعرف واكثرهم واكثر اللي يهزوه راهو مريقل مش مريقل مريقل حصيلو انا نعرف شكون عنده تو 30... 30 كيلو عندهم اربع سنين اربع سنين 30, 30 كيلو, كيلو محجوزين الهد. محجوزين كورسيست هذا 30 كيلو محجوزين 30 كيلو ذهب ايه 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 علاش علاش محجوزين يا هاو فاتورتهم جاي من عند الحبيب برجب ومن عند زيد ومن عند عمرو ومن عند عمر لا 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 انا احنا, احنا ما نحب ما ما دوم ما تفهموش يوم يعني ما شكون تتفاهم ما لا ما قلت لي جيب لي انا ما يثبت هاو جبت لك ما يثبت لا يا ودي هاو لا إيش شنو اللي تحب طبعا مزيفه لا مزال ما نعرفوش ما شكون باش يعرف شكون باش يعرف لا يحطوا سيدي هذه ما اخذهم من البنك الفلوس خمسة سنين شوف قداش من مليار ما خذهم شي يخلص عليهم يعني في عوايم يفلس عليه هذا عليه هذا كل علاش على خاطر مخنوقين التعاضديه هي اللي تاخذ ذب الجرام ذهب باش تطبعوا عند التعاضدية تخدموا انت وتزت تقول اطبعوا لي تقول لك 10000 فرنك في الجرام ياخذوا من البنك المركزي فرق ما بين البنك المركزي والسوق ينجم يفضل فيه وهو راقد في الدار زوز ملايين زوز ملايين ونص في الشهر فهمتني؟ هذا علاش؟ لواش علاش علاش هذاك هذاك عنده هذاك والاخر ما عندوش؟ علاش مثلا انا مانيش طالب على الحكايه هذه، اما مثلا انا انا نخمم على قدوة بعد قدوة انا انت يعني الحمد لله رب العالمين عمري ما عادش سمح لي باش نكون وباش نعمل حد. قاعدة أعملها بيرو يجوني احبابي ويجيني اصحابي نقعد بحداهم والسلام عليكم. اما عندي اولادي انا مثلا وجماعه عندهم اولادهم ما ينجموش انا انا ما ودي هنا خاطر نحطه في, في في فم مدفع شو هذا شو هذا يا دوله وينك يا دوله وينك وينك شو هذا التسكير تسكر سكر سكر كانك تتفلق حاجه تسكرها تسكر ما ترشق